السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا كده النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسريعة وبسيطة في نفس الوقت، مكوناتها بسيطة، مش هتاخد وقت كتير معانا ومش هنقف كتير في المطبخ. الجو الحر اللي احنا فيه ده بصراحة مش مستحملين نقف كتير في المطبخ، يدوب بنعمل الاكل بسرعة وبنجري نخرج من المطبخ، فعشان نقف نعمل حاجة حلوة كمان فالموضوع بيبقى صعب قوي. الحلو بتاعنا النهاردة حلو بارد كده سريع، مش هياخد حاجة خالص معاكي، والنتيجة بتاعته ما شاء الله حلوة قوي وهيعجب كل الولاد. يعني بالنسبة للولاد عندي بصراحة عجبهم جدا وعايزين نعمله كل يوم. بصوا ما شاء الله تحفة بجد. عايزاكم بس تكملوا كده الفيديو معايا للآخر، وما تنسونيش طبعا باللايك والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض على طول. معايا نص كيلو من اللبن او كوبايتين كبار من اللبن، تقريبا نص كيلو، وده حوالي 4 معالق من الكاكاو الخام، كاكاو خام اسباني، الكاكاو غامق خالص، مر، بيبقى خام مفيش فيه سكر. لو مفيش كاكاو خام وفي العلب العادية عادي ممكن تستعملي منها، بس هتقللي بقى السكر شوية او ممكن ما تحطي السكر. انا هنا احط كده 4 5 معالق سكر كده كبار من السكر العادي بتاعنا، ملوا معلقة الاكل كده 4 أو 5 معالق كده، وهدوبهم كويس مع الكاكاو واللبن، اهم حاجة يدوبوا كويس. انا هنا بجهز صوص شوكولاتة، صوص حلو قوي كده واقتصادي، هاخده بقى كده ارفعه على النار واقلب فيه، وحط هنا شوية من الفانيليا، شوية صغيرين كده من الفانيليا، اما يبدأ يغلي معايا كده هنزل بمكعبين من الزبدة. الزبدة اختياري، ممكن تستغني عنها بس عشان تعزز الطعم بتحطيها، لو ما فيش زبدة وعندك سمنة بلدي حطي معلقة سمنة بلدي. وهنا انا حطيت كمان مكعب شوكولاتة، برضو المكعب الشوكولاتة اختياري، هو الاساس عندنا اللبن والسكر والكاكاو. نقلب كده، ندوب الشوكولاتة مع الزبدة، وكده الصوص عندي بقى جاهز. هسيبه كده اركنه لما يبرد، مش هستخدمه على طول، انا عايزاه يبرد خالص معايا. هنا عندي بقى ده سوداني بس ني، انا هبدأ كده احمصه طاسة كده على النار، وبهدي النار ما بعليش قوي، وبفضل اقلب فيه كده لحد ما يتحمص من غير اي مادة دهنية خالص. ده نص كيلو من البسكوت، ده بسكوت بديل اللوتس، بشتريه كده من عند مستلزمات الحلواني، بيتباع بالكيلو، فانا هنا شارية نص كيلو بالظبط. ببدأ اكسره كده قطع كبيرة، مش عايزاه يعني مش عايزاه مطحون قوي، انا عايزة كده البسكوت يبقى باين، فهكسره كده ايه قطع كبيرة شوية. اكسر بقى كمية البسكوت كلها، طبعا ممكن من اي نوع بسكوت عندك متوفر، مش شرط البسكوت ده، البسكوت بتاع العيد لو عندك باقي بسكوت من بتاع العيد ومفيش حد من الولاد كده خلاص عايز ياكله ممكن برضو تعملي بيها، يبقى حلو قوي، او اي نوع بسكوت موجود، المهم يكون الوزن بتاعه نص كيلو. هحط هنا كده السوداني اللي انا حمصته، حطيت شلت بس حبة صغيرين كده للتزيين في الاخر، ده تقريبا كان اقل من ربع كيلو سوداني بشوية. هنزل بقى بالصوص بتاع الشوكولاتة على البسكوت كده والسوداني، وهبدأ اقلب، مش هنزل بالصوص مرة واحدة، انزلي كده شوية شوية، لان البسكوت عامل زي الدقيق بالظبط، على حسب نوع البسكوت هياخد معاكي من صوص الشوكولاتة، يعني ما تنزليش بالكمية مرة واحدة، انزلي بنص الكمية كده وبعدين قلبي وشوفي. بعد كده انا هنا فردت كيس تلاجة كده او ورقة زبدة لو عندك، انا ما كانش عندي ورق زبدة، فردت كيس تلاجة عادي مفيش في اي مشكلة خالص، وهفرد عليه الخليط بتاعي. بس في الوقت ده الجو كان حر جدا، كان النور قطع ورجع تاني، مشكلة النور دي مشكلة بصراحة، فكان الخليط ساح مني خالص، فحاولت كده لمه، بس هيتلم عادي معايا مفيش مشكلة، وهدخله الوقت التلاجة هيتماسك ويبقى زي الفل. تحاولي كده تلميه كده وتعملي رول وتلفيه كده بالكيس او ورقة الزبدة، بتدخليه بقى التلاجة او الفريزر، انا بصراحة حطيته في الفريزر كده ساعة، لان زي ما انتوا عارفين الكهرباء بتقطع والتلاجة مش هتسقعه بسرعة.
بعد ساعة تقريبا طلعته كده زي ما انتوا شايفين، تمسك معايا خالص. بصوا ما شاء الله بقى حلو جدا. عندي هنا بقى شوية من جناش الشوكولاتة، ده جناش، دي شوكولاتة خام انا مسيحاها على بخار، على حمام بخار، وحطيت بس عليها حوالي 3 أو 4 معالق من الزيت، مش اكتر من كده. شوكولاتة خام متسيحة ومعاها كم معلقة زيت، مكعب كده من الشوكولاتة، يعني مش كتير. بنشتريها برضو من عند مستلزمات الحلواني، ممكن يبيعها لك كده بالكيلو، ممكن تجيبي 8 كيلو شوكولاتة خام، على حسب ما انت عايزة. افرد الشوكولاتة بقى على طول كده، الشوكولاتة بتبقى دافية، ما تصبهاش وهي سخنة، صبيها كده وهي دافية. وطبعا احنا مطلعين الحلو بتاعنا كده من الفريزر بارد، فهتلاقي الشوكولاتة مسكت بسرعة، فالحقي بقى بسرعة كده ايه، زيني بالتزيين انت عايزاه. انا هنا زينت بقية السوداني، ممكن تستبدلي السوداني ده بقى باي نوع مكسرات عندك، سواء في التزيين او سواء وانت بتعمليه. الفها تاني كده وادخلها الفريزر بس 10 دقايق كده قبل ما ايه اقطعها كده. خلاص بقت جاهزه معايا الشوكولاته كده، تماسكت مع السوداني وبقت جاهزه معايا كده للتقطيع. ما شاء الله حلوه جدا، زي ما قلت لكم حاجه كده سريعه وبسيطه وما خدتش اي وقت، وطعمها كان تحفه بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم ومش هتندموا. بدات كده نقطعها كده حلقات زي ما انتم شايفين، قطع البسكوت مع السوداني مع الشوكولاتة طعمه خطير. مع حاجة ساقعة كده بقى او حاجة سخنة، او لو عندك بقى ضيوف كده وقدمت منها حاجة كده جميلة وتشرف وفي نفس الوقت مش مكلفة. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا من الفيديو بتمنى تدعموني، لو ما اشتركتيش في قناتي لحد دلوقتي بتمنى ان انت تشتركي، تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك طبعا لان هو اللي بيرفع الفيديو بيوصله لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.